بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعد السودان عبد الله محمود. معنا كتر سن معلمين تبي جماعة من الانستيتيوت فور بوليتيكال ساينس الأولي. سيد البلنت أنا هان جدي وأتانا سوشيال ماي وأنا سوشيال إحنا برشلة اللي جينا عسى تدنا الصومالي اللي دم عن شعبك. أبين سك الدون أنا وذابني. قابك سي في قال وقرا. سي في قال مرة داس وقرا تي. الانترفيو من سوق الشيء وقابك انترفيو من وقرا اللي سد صدق اللي سديد كومن. وميجر فاليو وقف قف لقى عبر عن سوشيال إحنا هذه السي في قرطي أو وحوي يعني جوب انترفيو وين أقشر ما حكودي من وحكودي من كلية خلاصات كده ترى مركا كوتش انترفيو واحد إذا مركا واحد لما أنت هنا نكهل الله جوب انترفيو ميستيك من يور انترفيو خلاصات كده عا مركا انترفيو والوجرو عشان أنتم ما قدروا مصور كوني أنا وأنا لسجرين هنا وقت جانا إلى لنا إنه واحد إن شاء الله بلشدنا حيالا فائدة لأن الولود ده الموضوع عليه إن شاء الله أنا وعشر كان إسكب لا من هنا نمبر 1 وحيالها إسكا إلى لنا يسوع مركا مستجيرة دعي كنا جوب انترفيو مركا أكتر له كوي شنل كلا يا قاعد كوا قدر كوه هري وحكم إذا لينك لينك واقع كبير يعني سجاي إن هذا بينك شيء أنا كو كبيرة أورا وحليرة هذا واقع كبير يعني سجاي وحيالها هذا وحوي أكسر شقي سي وحد خبرت أقول له هذا هاي أقول تعال أنت اللي أكت هاي ويا عرب لماذا هذه هي مالية تكسر شقيسي وأنا اللي كسبير ينسي قال ويا هاي مت أفعالية بقى مت سحن مت كهربون ماشى على شغل خدوم الناس وأنا مر مركز جبت واحد على هنا اللي وقت كسبير ينسي قال بين كشوفته أتراره كمل هبل بنكسر شقيلي هبلايا نسوا شقي هبل بنسوا شقي وبين مركز دكتور بروفيسور ده انترفيو وكذا هذا يا ويأجيهن وين الله سعدان واحد يجرب انترفيو يميل أي وحكم مرايان يقابك أوصى أنا لسجرزي سي في جاي يقابك أوصى أنا لسواك كبير يعني سجى أنت الأكت هاي ميلها كسر شقيسي قابك أوصى أنا لسجرزي ولا على حساب تمية قدر كلا بعض الرجال إن شاء الله تمام بنشد إني لولا وذاكنا وحكم إذا وحيالها ديرة إمبريشن فيك عم شو اللي جاه موجود أنت انترفيو كتجلو وكويشنير كلا جاي قاعد أيو وسؤاله ويدين أيو إسكال إلى هنا عم شو موجود شقده ما حكى جسوا تري أنا هبل كعبان أيه أنا حق وحكى عبان أيه هدي مثل فاميلي نقول لهاي هدي مثل نقال نقول لهاي هدي مثل حالة أديك وصاب سنة نقول لهاي هدي مثل وضعي جمركر كوجوك توصاب سنة ولي أحب شهر عدل كهذا الوكلية وهي أديك قصي مركر هو واجبه حيالها كلام إن شاء الله إنه كعبان هو حكم إذا talking about the people meant to go to work حيالها كم هو حكم إذا مركر فرق صامبر وكل زي في جاي زي في جاي هو إنه يهاي مثل كهربون أو فالية بلا أو كهربون حيالها من هنا في سي في جاي إسكها بيسو سي في أنا ليس جريسن وحويان زي في جمرك أنا مسوي شيء التدوير يخلب وأنا ففهمتي سبيرسونال داتي جي سلي جاي بروفيل كشخصية بيسو كو قرية كيرد أبجكتيف تيجو كو قرية التنبيشيش مثاي إدوكيشن كي ملاك سوق قاتي إكسبيرينس يا جين تول إكا بروفيشنال ترينينج كاي تبرر هذا ملاك سوق قاتي يقدر كودن بيوحر فرنسي وحضن أو صفة عروقية حن وأنا دتك لو دايك أنا. good. أرنا إن شاء الله قدرك أفرد هذين وقال الله ولقى إسكال إلالي. ها. انترفيو ها أفر يسن الله أنه دي أقروي. بحنا مرقة قيمت الواحد على قد دتك انترفيو إسكسو قلعي واحد عيكا أنا مرقة قيمت الله إسكسو قلعي إيوه أن انترفيو ودي أرسنين يوم سؤالها اللي ودينا يقيتون أيسن جران كريم ميالها أي شغلة كدونتا أيسن جران كريم عدة أي شغلة كدونتا أيسن جران كريم وحيالي ونن أيوه كلا بحدا عسن بيتيجي كلا أسوى أنقل لي البوق أنا وضم أسوى حيالك أستا مركا ما ننتا واحد لقار ربع هنا البوق قاقي قلن كاقا يوحيالها كوبوها بونا مركا اسمي كردو شغلة الله وحوية وكوبو جي كردا وراغها قا وحوية إيو كمبينيك الورغانيزيشن كي أروك هاد وحكدو أنا نيسو إن هذا يغن حفي عنا قصود يانس سيدو كلا مرمال كاقين تود لمبر فايف هذي عينو قلنا إن شاء الله لمبر فايف وحشيه يا ولقا إسكا إلالينا خلخش انترفيو مركا كنتو خلخلك إسكا إلالي وإنا وقتها يقف وحوي سلف استادية سلف كوفيدنسية إسكو كالسون نفس الهان من أقوان من علمي من مادي هي من ديني هي من واقع شبير يعني سبب من شقو انت وإنا إسكو كالسون تهي من حوي يعني أفالية بلا أنا أحب لك دريمي حوشي سسفي عن كل ما يستاه يلا وإنا نقطها لما برسيكي سبدان فيرنا ميك واق فيرنس برسيشي كوحن يلا هذا مما كتبت ذاتك انترفيوك هاقا هذا وإنا كيا من كنا وإنا بكيا بسن كنا وإنا وحيالا معقولة وأيدت كل فجعان وأيلو وريرا وين المملكة قيبتو أتكا هاشا وحيالا أصو حلسي وحيالا أديو كوساب سن وحيالا أديو وحويا مركي لو مقيمي وفالويشن كل وو فيرناي كريتيريا لو وو حلان كرو وحيالا كم يدو أديو وحويا كفصد حان تالا
mid adiga kugu fiican, hadday mid waxa weeye work experience noqon lahayd shaqooyin aad adigu aad dadka kaga yaabisay sidaad u shaqeyn jirtay waxyaalahaagii adoo dadka waxa weeye ka fajicinaya. Sidoo kale waxaa iska ilaalisaa weak impressionka waxa la yidhahda, waxyaalaha adiga kugu saabsan oo naftaada ama bahdil ku noqonaya ama waxyaalo kale u noqonaya ama ku liidaya oo kale. Shaqadaas waan ka tegey, hebel heblaayaan uga tegey, shaqadaa waxa weeye aqoonteedu maan lahayn, waxa weeye shaqo waxaasaan kaga tegey, adoo iska ilaalinaya weak impressionska waxyaalahaas oo dhan adoo iska ilaalinaya. Qodobka toddobaad wuxuu sheegayaa marmarka qaybtood waxaa dhacda in adoo interview ku jira aadan ogeyn, aadan la socon, aadan soo akhrin kambaniga aad ama organisationka ama ururka aad shaqada ka doonanayso. Hal su-aal baa kugu filan keliya, kambanigan ama ururkan ama organisationka goobaha la aasaasa haddii lagu yihaahdo oo aad interview ku garan weydo, hadda waxba kuma yaallaan. Waxa weeyaan, waxaa dhici karta inaad ku fail garowdo interviewgii lagaa qaaday. Waa inaad interviewku xog fiican ka haysa kambaniga haddaad ka doonanayso shaqo. Waa inaad kambanidii xilligii la aasaasay, waqtigii la aasaasay, ciddii aasaastay, cidda shareholderska, cidda investmentiga, cidda shareholderska, cidda boorka ku jirta, waxyaalaha sida xilalka loo hayo, top managementiga, executive DGF-ka, employees-ka, inta ay shaqaale qaateen, waxyaalaha uu kambaniga ku shaqeeyo, ujeedada loo aasaasay, waxa uu profit maximization-kiisa uu yahay. Xog fiican waa inaad ka haysaa si haddaba shaqadii aad ugu gorgortanto meesha u imaaday recommendations wax yeelaan. Si haddaba aad shaqada aad u tiraahdo, shaqadaa ugu qalmaa, aqoonteedi baa leeyahay, waayo aragnimadeedi baan leeyahay, waxyaalaha lagugu xulanayo bay ka mid tahay criteriyadaas. Sidoo kale number 8, waxyaalaha weligaa waxaa iska ilaaliya negativity-ga ah. Su-aal baa lagu weydiinayaa, dhinac khaldan baa la aadaysaa. Su-aal kale lagu weydiinayaa, qaab aan ku habboonin baa su-aasha uga jawaabisa. Interview-gu marka ku jidho, qodobka horena waa kaga soo aaday, su-aal haddii lagu weydiiyo, su-aashaas maximum iyo minimum bay leedahay. Marka level criteria lagu jiro lagu xulanayo evaluation-ka, determinants-ka marka lagugu cadeynayo criteria-da waxyaalaha lagugu xulanayo waxaa ka mid ah inaad su-aashaas kusoo koobto 1-3 daqiiqo inta u dhaxaysa, inaad su-aasha aad kaga jawaabto su-aal ku habboon waqtigeeda, meeshii ay leedahay, goobteedii iyo mudnaanteedii. Marmarka qaybta waxaan dhahaa qofka interview-ga kaa qaaday inuu ku aaminsiiyo oo ku yiraahdo bas intaas ugu filan. Waa inaad taasna iska ilaalisaa oo waxaa weeye waxa valuable, waxa lagu caajisay, wax bilow ilaa dhammaad uu analysis gareysan yahay baa laga rabaa. Sidoo kale qodobka 9aad waa lack of confidence. Qofkii kalsoonima ma qabo interview soo fariisanayaa maatuna blablablabl, mababa garan karaba self ama lack of confidence, isumaba qabo kalsooni, qofkan iskuma qabo. Waxaa kalsooni la-aantaa keenaysana waxa weeye waa u diyaarsanaan la-aanta, u diyaarsan la-yahay waxyaalaha interviewga. Marka interview soo galayso waa inaad tahay mid waxa weeye interviewgiisu u diyaarsan yahay, qodobkii 4aad adaa ku soo sheegay. Sidoo kale waxyaalaha iska ilaaliso waxaa ka mid ah marka interview ku jira khaladaadka dhaca waxaa ka mid ah in for example oo kale ama mobile ama waxyaalo kale ay kugu soo dhacaan intaad interview ku jirto, halkaasna mistake weyn waaye. Waa inaad iska ilaalisaa aalad kasta oo kaa hor istaagaysa inaad interviewgaagii aad wax kale kala kulanto, taleefanadaada iska dumiso, wax kasta oo marka adiga dhibaato kugu noqonaya inaad iska dumiso. Sidoo kale waxyaalaha aad iska ilaalinayso number 11 waxaa ka mid ah talking about too much, hadal badan. Su-aal baa lagu weydiiyey, saad waxaad kaga jawaabtay ugu yaraan 5-10 daqiiqo inta udhexaysaad kaga jawaabto. Waxaad bixisa talking about too much baan lama rabo. Su-aasha waxaa la rabaa waqti minimum ah, maximinations ah, loogu talagalay, avaliable ah, ku habboon waqtigeedii, goobteedii, ciddeedii iyo shaqadeedii intaba inaad ku analis gareyso. Waa muhiim inaad la socoto waxa weeyaan talking about too much kanaad iska ilaaliso, waayo wax kastaa kaala kulmi kara. Waxaa dhici kara inuu yiraahdo joji. Sidoo kale qodobka 12aad talking about little much inaad iska ilaaliso, inaad waxyaalaha little much-ka oo iska ilaaliso iyadana waa muhiim. Su-aal baa lagu weydiisaa, wax yar baa kaga jawaabto maximum 3 daqiiqo lagu siisaa wax kusoo koobtay, wax seconds ama milliseconds inaad kaga jawaabto. Iyadana ma rabo haddii su-aal lagu weydiiyo minimum inaad u dhexaysiso su-aal 2-3 daqiiqo minim ama waqtigeeda ku habboon inaad ka jawaabto. Marmarka qaybtood waxaa dhacdaa inaad dadka su-aalo weydiiso markuu interview kuu dhammaado, dhahdo goormaa lay qaadan doonaa, goormaa idinla soo xiriiri doontaan, goormaa idinla soo hadlaa, goormaa idinla soo xiriiraa, goormaa waxaweeyaan. Iyadana inaad iska ilaaliso maanta intaas ku saabsan yahay qodobkeena job interview, mistake in your interview. Magacayga waa Sudaan Cabdilaahi Maxamed, asalaamu calaykum.